أكد السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن التوازن والمساواة بين الجنسين يعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والتنمية بمختلف أبعادها. وأشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار إلى التقدم المشجع لمملكة البحرين والمتجلي من خلال تمثيل عدد أكبر من النساء في البرلمان. كما أعرب السيد باتشيكو عن حرص الاتحاد البرلماني الدولي وهو المنظمة العالمية للبرلمانات التي أنشئت عام 1889 على تشجيع المساواة بين الجنسين وتبادل أفضل الممارسات بين البرلمانات منذ عقود. وأشار إلى أن التجربة البحرينية في مجال حوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين وأطلاق الأدوات التنفيذية المساندة أثبتت جدواها من خلال مخرجات هذه التجربة ونتائجها التي تشهد تنامياً إيجابياً على صعيد مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، ويمكن اعتبارها نموذجاً يحتذى على المستوى العالمي. ورحب رئيس البرلمان الدولي بإطلاق الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة، والذي سيدعم الجهود القائمة على تحقيق المساواة بين الجنسين في البحرين وخارجها. وتمت الإشارة من خلال البيان الصحفي إلى أن مملكة البحرين تمكنت من بناء نموذج متكامل يراعي خصوصية بنائها المجتمعي ويطمح في ذات الوقت للتنافسية العالمية لترسيخ وتطوير البنية المؤسسية لمتابعة كل ما يضمن استدامة مسارات التوازن بين الجنسين والمساواة الكاملة للحقوق والواجبات الوطنية بين المرأة والرجل. كان المجلس الأعلى للمرأة جهوداً متواصلة في مجال رسم السياسة العامة واستكمال الأطر التشريعية ومتابعة تنفيذ الخطط النوعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على الصعيد الوطني. كما كان للإرادة السياسية دور كبير في تبني مؤسسات الدولة لبرامج عمل المجلس الذي وضع توجهات خطة وطنية شاملة استطاعت أن تسهم في انتقال مملكة البحرين من مرحلة اتسمت بالتركيز على تمكين المرأة ورعايتها وتأهيلها إلى مرحلة تكون المرأة فيها من يساهم ويبادر بتمكين ذاتها وصناعة قراراتها لتصل اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً تساهم المرأة بدورها في تمكين مجتمعها والارتقاء به. في عام 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمره السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. ويحدون الفخر بأن نتمكن في المجلس وخلال أقل من 10 أعوام من الانتهاء من وضع نموذج وطني يعمل على حوكمة تطبيقات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين. تتشارك في تفعيل كافة سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية والخاصة والأهلية. وقد حازت التجربة البحرينية في مجال حوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين على إشادات دولية واسعة لما حققته من نجاح وتميز في هذا المجال. وخلال انعقاد الدورة 46 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي دشن المجلس الأعلى للمرأة الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية أمام حضور مختص من البرلمانات العالمية، والذي لاقى بدوره اهتماما خاصا بحكم ما يقدمه الدليل من دعم نوعي للدور البرلماني في مجال يقع على قائمة الأولويات التنموية عالميا
وليكون بحسب ما يسعى له المجلس الأعلى للمرأة ضمن رؤيته المؤسسية إسهاما جديدا لمملكة البحرين كمركز خبرة متخصص في مجال تمكين وتقدم المرأة على المستوى الإقليمي وبممارسات ترتقي للعالمية. ويهدف الدليل إلى وضع النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، وبيان أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق هذا التوازن، وتوضيح دور مجلسي النواب والشورى في متابعة تطبيق هذا النموذج في السلطة التشريعية، وتزويد وإكساب المشرع البحريني بالأدوات اللازمة لتوظيف صلاحياته الرقابية والتشريعية. هذا الدليل البرلماني يرتقي من كونه ممارسة وطنية محدودة التطبيق إلى كونه تجربة بحرينية بأفق وسيط وإسهامات عالمية على صعيد متابعة التقدم المحرز للمرأة وأثر ذلك على أهداف التنمية المستدامة دولياً.